يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع صفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغدا خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. الحمد لله والصلاة على حبيبنا ونبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف اعتنى الله بموسى في وصوله إلى قصر فرعون، وكيف كانت الأم خائفة حتى تفرغ قلبها لله سبحانه وتعالى. من عناية الله سبحانه وتعالى أن قذف الحب الشديد في قلب آسيا لسيدنا موسى، وصارت تبغى تقدم له أي شيء وتبغى تعطي أي شيء، وصار هذا الطفل ملء حياتها وكيانها. طبعا أكيد لأنها في قصر فرعون اللي دمه ثقيل المتكبر، وهي صاحبة قلب طيب، فامتلأ قلبها بهذا الغلام فملأ فراغ قلبها. لكن الله سبحانه وتعالى لإنجاز وعده لأم موسى حرم المراضع على موسى، كلما جابوا له مرضعة جابوا له مرضعات أشكال وألوان، ما يبغى قافل فمه تمام، ما يبغى يرضى أبدا. جابوا له الأطباء، يمكن يحتاج له أعشاب، يمكن تدليك شوية، يمكن ما في فائدة، يمكن الريحة، ما إن استنفذوا كل طاقتهم. الله سبحانه وتعالى يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل. تلك البنت أخته الشابة الكريمة الشريفة تراقب هذه المناظر وهذه القصص وتتابع الأخبار، إيش الكلام اللي يدور جوة قصر موسى والخادمات إيش يقولوا، في مشكلة في داخل القصر، والطفل يبكي يصيح أزعج فرعون، آسيا منزعجة تبغى حل، فرعون سكتوا هذا الولد، ففي انزعاج وسط القصر. جاءت هذه البنت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون؟ نرويكم بيت ناس طيبين يمكن أنه يتقبل يرضع منهم. قالوا طيب يلا خلاص أي حل، يبغوا حل. فجاءوا بأمه، سبحان الله، جاءت أم موسى بعزتها والخدم يستقبلوها، كانت في بيتها خايفة مرعوبة أنه أحد من جنود فرعون يعدي جنب البيت يسمع بكاء الغلام. دحين جنود فرعون خدامينها، يجوا يشيلوها إلى بيت فرعون، تدخل تأخذ ولدها وتضمه. أول ما أخذت الطفل مباشرة هجم عليها، احتضنها وأخذ يرضع منها. تحجبوا، قالوا خلاص هذه مرأة نطمئن على الولد، خذيه إلى بيتك. سبحان الله، رجع سيدنا موسى إلى بيتها، وإيش رجع مع أحسن الملابس والمصاريف. مسكينة موسى كانت فقيرة، رجعت معها مجموعة من الخادمات ومعها مجموعة من العبيد، وماشيين في موكب وحراس قدامها ومعها ولدها. الحراس اللي كانت خايفة على ولدها منهم صاروا حراس لولدها في بيتها، وبقي سنتين وهو في بيتها ترضعه وهي مبسوطة مسرورة. وإلى هذا ربنا سبحانه يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون. هذا الدرس يا جماعة، وعد الله حق لكن أكثر الناس لا يعلمون. شوفوا هذه القصة كيف حرس
يفتشوا جواسيس يبغوا يقتلوا الغلام، يروح إلى بيت المصيبة الكبيرة فرعون، تجي أمه تدخل القصر معززة مكرمة تأخذ ولدها وترجع إلى البيت. يعني هذه القصة لو واحد يبغى يسوي قصة خيالية ما يقدر يسوي هذه القصة والفيلم العجيب هذا كله، لكن الله أراد يروينا ويعلمنا درس، وكيف أنه يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعل العدو سبب لخيرك. كيف يمكن أن ينصر الله الدين بكافر بعدو من حيث تصريفاته العجيبة الغريبة؟ صارت أم موسى تستلم الراتب الشهري وهي ترضع ولدها، تستلم فلوس على رضاع ولدها. Kadang masya Allah ada orang tua ini masya Allah gede keker, ya kan, jenggotnya seabrek-abrek, kumisnya masya Allah tertata rapi, tapi masya Allah anak perempuannya diapelin laki-laki yang tidak halal, enak saja main lepas-lepas. Malam minggu anak perempuannya didatangi seorang laki-laki, nggak kenal lagi. Punten pak, bu, izin anaknya dibawa malam mingguan. Kadang dijor oleh orang tua itu. Makanya lihat, wanita kalau lagi head ada istilah PMS ya. Jadi perasaan tuh bawaannya tuh emosional. Ya lebih rapuh lah kalau mau dibilang. Jadi kadang perkara sepele aja udah bisa bikin nangis, lihat. Ya karena melihat kekurangan seperti itulah, syariat berpesan kepada kaum laki-laki. Amarallah ta'ala bimu'asyaratin nisa bil ma'ruf. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الأمة هؤلاء الأربعة، أراد يحفظنا أسماءهم واحدة واحدة حتى ما ننساهم. قالها بطريقة أفضل نساء العالمين، كم للنساء، خير النساء، سيدات نساء الجنة، رسمها خطوط، قال هؤلاء أفضل نساء العالم، مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Taman Safari banyak sekali hewan yang bisa kita lihat secara langsung. Wah, seru ya, ada banyak hewan. Ada hewan apa saja, Prof? Ada banyak sekali, Adi. Ayo kita lihat sama-sama. Are you ready? Yay, we are ready. Bahwasanya di sinar matahari pagi itu mengandung suatu sinar yang sangat bermanfaat pada kesehatan kita. Sinar matahari pagi mengandung sinar ultraviolet B yang bila mana kemudian sampai ke kulit kita, maka akan mengaktifkan vitamin D. جاءت أم موسى بعزتها والخدم يستقبلوها، كانت في بيتها خايفة مرعوبة أنه أحد من جنود فرعون يعدي جنب البيت يسمع بكاء الغلام. دحين جنود فرعون خدامينها يجوا يشيلوها إلى بيت فرعون، تدخل تأخذ ولدها وتضمه. أول ما أخذت الطفل مباشرة هجم عليها، احتضنها وأخذ يرضع منها. تحجبوا، قالوا خلاص هذه مرأة نطمئن على الولد، خذيه إلى بيتك.
سبحان الله. رجع سيدنا موسى إلى بيتها وإيش؟ رجع مع أحسن الملابس والمصاريف. مسكينة موسى كانت فقيرة، رجعت معها مجموعة من الخادمات ومعها مجموعة من العبيد وماشيين في موكب وحراس قدامها ومعها ولدها. الحراس اللي كانت خايفة على ولدها منهم صاروا حراس لولدها في بيتها، وبقي سنتين وهو في بيتها ترضعه وهي مبسوطة مسرورة. وإلى هذا ربنا سبحانه يقول: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن الله أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون. هذا الدرس يا جماعة، وعد الله حق لكن أكثر الناس لا يعلمون. شوفوا هذه القصة كيف حرس يفتشوا جواسيس يبغوا يقتلوا الغلام، يروح إلى بيت المصيبة الكبيرة فرعون، تجي أمه تدخل القصر معززة مكرمة تأخذ ولدها وترجع إلى البيت. يعني هذه القصة لو واحد يبغى يسوي قصة خيالية ما يقدر يسوي هذه القصة والفيلم العجيب هذا كله، لكن الله أراد يروينا ويعلمنا درس، وكيف أنه يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعل العدو سبب لخيرك. كيف يمكن أن ينصر الله الدين بكافر بعدو من حيث تصريفاته العجيبة الغريبة؟ صارت أم موسى تستلم الراتب الشهري وهي ترضع ولدها، تستلم فلوس على رضاع ولدها حتى يتم لها وعد الله وإنجاز الله سبحانه وتعالى لوعده. هذا يقولوا أن الإنسان إذا صدق مع الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله يؤيده الله سبحانه وتعالى حتى بأعدائه، كما فعل ذلك في كثير من القصص مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كبر الغلام في هذا البيت شيء فشيء، وآسيا يزداد قلبها حبا بهذا الغلام وتعلقا به حتى لما شب ومرت أيامه وبعثه الله سبحانه وتعالى في القصة المشهورة أنه قتل ذلك القبطي، ولما قتل ذلك القبطي أرادوا أن يقتلوا أو يبطشوا به، وكان فرعون يريد أي فرصة يبغى يتخلص من هذا الشاب لأنه رأى أن زوجته آسيا تعلقت فيه زيادة عن اللزوم، وما كان يحبه فرعون من البداية ما أحبه لأن العداوة سبحان الله مكتوب أنه هذا الذي سيكون سبب هلاكه. فمرت الأيام وقتل سيدنا موسى ذلك القبطي بالخطأ وصارت المشكلة المعروفة، وكانت سيدتنا آسيا تدافع عن سيدنا موسى بكل طاقتها حتى خرج وتزوج، ثم بعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة فعاد وجابها فرعون وجاءه بخبر التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى بعثه رسول ومعه أخاه هارون، وكفر بذلك فرعون وجاءت القصة الكبيرة. أول من آمن لما سمع هذا الكلام سيدتنا آسيا، لأنها كانت تشوف بعينها النور، تشوف بعينها، لأن عين المحبة تكشف الخيرات والفضائل. كانت هي تتوقع أن هذا الغلام مستحيل، شيء غير عادي. فأول ما جاء بالرسالة كان من أول من آمن به سيدتنا آسيا، وكانت أمه رضي الله عنها كذلك قد أنجز الله لها موعدها، لأنها قد ألهمت في قلبها في حين أن وضعته في التابوت أن هذا الغلام سيعود وسيكون نبي ورسول يوم من الأيام، فأنجز الله كذلك الوعد وتحقق الأمر وأكرمت الأم وأكرمت كذلك الحاضنة آسيا بشرف الخدمة لسيدنا موسى، وبدأت المعركة الكبيرة التي ظهر فيها شرف آسيا بنت مزاحم. وكان في هذا القصر رجل خادم ومعه امرأته خادمة كانوا من أهل الإيمان، كان رجل يكتب إيمانه في القصر، وكانت معه زوجة تشتغل تمشط وتسرح لبنات فرعون. وفضلهم عم الورى
Bismillah. Go 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 Rico, go 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 Kyo. Hai Rico. Hoi, sesama pelari dilarang saling mendahului. Maka sebisa mungkin di dalam berdoa kita itu memahami apa yang kita minta. Itu termasuk adalah syarat di dalam pengkabulan doa. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Eh Namrud, fa innallaha sesungguhnya Allah Tuhanku Ibrahim ya'ti bisyamsi, ia maha mengeluarkan, maha mendatangkan matahari minal masyrik, dari arah terbitnya matahari yaitu arah timur." "Kalau engkau betul Tuhan wahai Namrud," kata Nabi Ibrahim, "fa'ti biha il minal maghrib." Tetapi jika itu menjadi kebiasaan pada keadaan normal seseorang tidur setelah subuh, tentunya tidak akan lebih sehat dari orang yang beraktivitas fisik setelah subuh. Jadi waktu setelah subuh itu gunakan untuk aktivitas, untuk berinteraksi sosial, untuk olahraga, maka itu akan jauh lebih baik. Dan itu menjadi satu solusi. Ada tiga akhlak penting yang harus kita terapkan ketika menjenguk saudara kita yang sakit. Yang pertama adalah, jangan lupa membawa semacam hadiah yang menyenangkan pasien yang sedang sakit. Astagfirullahaladzim, kok gitu sih sama Ujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang, Ujan deh, gitu doang. Emang boleh? Hujan itu rahmat, datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kalau seandainya salah satu dari kalian diterima, maka barang-barang yang ada itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit. Qabil habil, kalian harus menerima apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keinginan mereka, keinginan kalian untuk menikah. Ingatkan itu. Baiklah. لأن العداوة سبحان الله مكتوب أنه هذا الذي سيكون سبب هلاك. فمرت الأيام وقتل سيدنا موسى ذلك القبطي بالخطأ وصارت المشكلة المعروفة، وكانت سيدتنا آسيا تدافع عن سيدنا موسى بكل طاقتها حتى خرج وتزوج، ثم بعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة فعاد وجابها فرعون وجاءه بخبر التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى بعثه رسول ومعه أخاه هارون، وكفر بذلك فرعون، وجاءت القصة الكبيرة. أول من آمن لما سمع هذا الكلام سيدتنا آسيا، لأنها كانت تشوف بعينها النور، تشوف بعينها، لأن عين المحبة تكشف الخيرات والفضائل. كانت هي تتوقع أن هذا الغلام مستحيل، شيء غير عادي. فأول ما جاء بالرسالة كان من أول من آمن به سيدتنا آسيا، وكانت أمه رضي الله عنها كذلك قد أنجز الله لها موعدها، لأنها قد ألهمت في قلبها في حين أن وضعته في التابوت أن هذا الغلام سيعود وسيكون نبي ورسول يوم من الأيام، فأنجز الله كذلك الوعد وتحقق الأمر، وأكرمت الأم وأكرمت كذلك الحاضنة آسيا بشرف الخدمة لسيدنا موسى، وبدأت المعركة الكبيرة التي
ظهر فيها شرف آسية بنت مزاحم. وكان في هذا القصر رجل خادم ومعه امرأته خادمة كانوا من أهل الإيمان. كان رجل يكتب إيمانه في القصر، وكانت معه زوجة تشتغل تمشط وتسرح لبنات فرعون. هذه المرأة يوم من الأيام وهي تمشط لبنت فرعون سقط المشط، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها خبر عجيب غريب يهز القلب. لما تعرف إنه إنسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهتم بقضيته وهو الذي حكى قصته. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أخبرنا كما جاء عن ابن عباس في مسند أحمد أنه في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة. قال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ إيش الريحة هذه؟ هو في طريقه هذا الريح رائحة فواحة هكذا في الدنيا، فواحة هكذا في العالم، وهو في ليلة الإسراء والمعراج مع الملائكة، وهذه الرائحة تصل إلى أنف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. قال: وما ماشطة بنت فرعون هذه؟ إيش قصتها هذه؟ هذه المرأة إيش قصتها اللي ريحتها تعبق هكذا في الكون حتى بعد مرور مئات بل آلاف السنوات ولسه ريحتها طالعة في العالم؟ ولما يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمر وريحتها موجودة في هذا العالم؟ سبحان الذي أعطى. هذا درس، لكن لما نعرف قصتها نعرف كيف الله سبحانه وتعالى أكرمها. لما سقط المشط على الأرض قالت: بسم الله. قالت البنت: تعنينا أبي؟ قالت لها: لا، هذا ربي وربك ورب أباك، الله رب العالمين. قالت: أقول هذا الكلام لأبي؟ قالت لها: قولي له. عندها يقين قوي. فذهبت البنت وأخبرت فرعون بأن هذه الخادمة تعبد إله غيره، فدعاها فرعون. وجاءت هذه المرأة المسكينة الضعيفة الخادمة التي لا حول لها ولا قوة، لكنها مستندة إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. فكان موقف بين أكبر مظهر من مظاهر الشر والكبرياء والغطرسة وبين امرأة بسيطة خادمة لكنها تحمل نور الإيمان في قلبها. ما الذي حصل؟ هذا الذي سنتكلم عنه في الحلقة القادمة، وسنجد دروس عجيبة جدا من هذه المرأة التي رائحتها إلى اليوم في هذا العالم، ودرسنا هذا هو جزء من رائحتها لأننا نشتم طيبها ونحن نتكلم عنها. رضي الله عن أولئك الصالحين ورزقنا الله قوة الإيمان مثلهم. آمين. اللهم آمين. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغدا خير نساء العالمين وفضلهم عمن ورى كانوا مثالا في العفاف كانوا رموزا في الحياة شموخ خير ناجهم نماذج في الاقتداء يا كمل النساء يا كمل النساء